أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان وأوتينا من كل
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي صانعا ترضاه وأنت
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن
الله لا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله.